اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت ميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا في كل مكان وفي كل زمان يا حنان يا منان. اللهم يسر أمورنا مع المراد لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. يا علي يا عليم يا عليم يا حليم يا عليم يا عليم يا عليم يا حليم يا عليم يا عليم يا عليم يا حليم. اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم أسعدنا بالدارين اقضي عنا الدين. اللهم أسعدنا بالدارين اقضي عنا الدين. اللهم أسعدنا بالدارين اقضي عنا الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن منا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجعل آمنا مطمئنا سخاء بقاء إلى يوم الدين. يا الله بمن كشف عطا فرما. يا الله ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی مانوی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیا کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مولانا قاسم صاحب کی وفات فرما. یا اللہ جتنے علماء فوت ہو گئے ان کی وفات فرما جتنے مشائخ فوت ہو گئے ان کی وفات فرما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذة أساتذتنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.